الو 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 هاي حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم كله. اوكي حلوين، النهارده هنعمل جزء جديد من السلسله الموجوده على القناه بتاعتي هنا، وهي تجربه المنتجات العجيبه الغريبه الصينيه او الكوريه او الاسيويه عموما، اللي هما بيقعدوا يخترعوا فيها كده، اللي بتبقى معموله لمهام عجيبه الشكل. والنهارده قررت ان السلسله دي تكون بعنوان منتجات الحوامل الغريبه، لان النهارده هنجرب منتجات ليها علاقه بالحوامل، منتجات بتساعد الحامل ان هي تمر بحياتها بشكل طبيعي، لان بيبقى في عوائق كتير جدا الست الحامل في يومها. بما ان انتوا عارفين ان انا اوريدي حامل دلوقتي في الشهر، او ماي جاد فاضل يومين ونخش الشهر التاسع، فاكيد انا في حاجه ماسه ببعض من هذه الادوات، فخلونا نجربها مع بعض النهارده. قبل ما ابتدي حلوين، عايزه اقول لكم شكرا لكل الناس اللي كتبت لي تعليقات جميله جدا في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كان فيديو اكتشاف جنس المولود، اللي ما شافش الفيديو ده هسيبه لكم طبعا تحت في صندوق الوصف علشان تتفرجوا عليه. لحد دلوقتي اي ثينك عليه 10000 كومنت، فاكيد انا مش هقدر ارد على 10000 كومنت، بس احب اقول لكم شكرا من كل قلبي لكل الكلام الجميل اللي انتوا كتبتوه. I can't wait بقى خلاص ان انا اشوف البيبي، لان انا حاسه ان بقالي كتير قوي حامل. فلو انتم متابعيني يا حلوين، ما تنسوش تضغطوا على الجرس بتاع الاشعارات علشان اول ما انزل الفيديو بتاع فلوج الولاده تشوفوه وتشوفوا البيبي. ده الانستغرام بتاعي، بنزل عليه اليوميات بتاعتي. واللي ما يعرفنيش، انا اسمي بسمه داش ودي القناه بتاعتي على اليوتيوب. ويلا نبتدي الفيديو، علشان لو فضلت ارغي هنا ممكن افضل اتكلم 10 دقايق اوريدي. اوكي حلوين، سو مبدئيا اكتر جهاز او اكتر اداه انا عايزه اجربها هي الاداه اللي في ايدي دي، اللي انا لازم اشيل كيس البلاستيك منها علشان اعرف اتكلم لان صوته مزعج. هي دي الاداه يا حلوين، المكونه من 6000 قطعه تقريبا، 5 قطع. اول ما شفتها بصراحه ضحكت ضحك، ان فكرتها بجد تموت من الضحك. سو فكرتها ان هي بتساعد الست الحامل ان هي تلبس الشراب او الجوارب يعني بتاعتها او السوكس، ان زي ما انتم عارفين في الشهور الاخيره بالذات من الحمل مع نمو البطن بشكل مرعب، بيبقى صعب جدا على الست الحامل ان هي تلبس الشراب بتاعها من غير ما تضطر ان هي توطي جامد على الارض. اي ثينك ان هي مش بس بتستعمل للستات الحوامل، كمان بتستعمل للناس الكبار في السن. هموت واعرف دي بتشتغل ازاي بصراحه. هحاول احط لكم صوره هنا ليها، لان انا بصراحه لما دخلت على الموقع علشان اشوف الصوره اللي انا اشتريتها على اساسها، لقيت ان هي اوت اوف ستوك اوريدي، فيبدو ان هي الناس بتشتريها وبتحبها. يعني انا كنت متخيله ان انا الوحيده على وش الارض اللي اشتريتها. هو بيسكلي بيجي زي ما بقول لكم 4 قطع، 2 منهم بيتركبوا في بعض كده علشان يبقوا القطعه رقم 1. دي المفروض ان هي الاداه اللي بنلبس بيها الشراب، عارفين زي الاداه دي اللي احيانا بنستعملها اللي بيبقى لونها احمر، اللي بتساعدنا ان احنا نلبس الجزم الضيقه. بعدين بيبقى في هنا قطعتين كده بيتركبوا كده على بعض، هو اسمه سوكس سلايدر اللي هو مزحلق الجوارب. ودي القطعه اللي تحت اللي بيبقى فيها النون سليب، بيمنع الاداه ان هي تتحرك وانتوا بتلبسوا الشراب. هحاول اوريكم الفيديو اللي انا اتفرجت عليه هنا كده على جنب علشان تبقوا متخيلين انا هستعملها ازاي. وعلى فكره طلع ليها اكتر من استعمال، الايد دي ممكن كمان تقلعوا بيها الشراب او تلبسوا بيها الجزمه، تعملوا بيها حاجات تانية كتير هنشوفها دلوقتي مع بعض. سو ده الشراب بتاعي اللي انا هركبه على الاداه دي دلوقتي. هو ده بيكون شكلها كده. الشراب ده المفروض ان هو يتركب على الجزء اللي لونه ازرق ده الطريقه دي، بس انا متهيألي الشراب ده صغير قوي على انه يخش في القطعه الزرقاء دي، والمفروض الكعب بتاعه يكون لتحت. فين الكعب بقى؟ هجيب شراب تاني كبير. الشراب ده بتاع احمد، فاتمنى ان هو يبقى ستريتشبل كده شويه. بعدين هنفضل بقى نزحلق الشراب ده لتحت كده لحد ما الصوابع تطلع لفوق خالص. ايوه الصوابع هنا اهي، ده هيكون شكله. المفروض الرجلين تخش هنا. ده كله بنعمله احنا قاعدين على مستوانا، وبعد كده بنحطه على الارض ونبتدي ان احنا ندخل رجلينا فيه، فخلينا نشوف. لا نسيت حاجه مهمه جدا، وهي ان انا اركب العصايه دي في القطعه الزرقاء الصغيره اللي هنا دي علشان اعرف امسكها منها. المفروض ان هي بتركب على القطعه دي. اوكي اول حاجه احط الجهاز ده على الارض، ايه، وهخلي العصايه دي متركبه فيه كده. يا الله بيتحرك. بعدين المفروض ان انا ادخل رجلي جوه الشراب. اوكي او ماي جاد، هو معوج شويه وحاسه برغبه فظيعه في ان انا اظبطه. اوكي خلونا نجربه في الرجل الشمال ونشوف هينفع برده ولا لا. ويا ريت محدش يتريق على قد ايه انا رجلي ورمه، لان انا فعلا رجلي ورمه جدا. لان طبعا اخر شهر في الحمل طبيعي بيبقى الجسم مجمع سوائل كتير جدا، ف محدش يتريق بليز. نحط العصايه دي تاني. اوكي
عموما نفعت برضو. اوكي انا مش عارفه انا ليه بنهج اوريدي بس من كتر الحماس تقريبا، لان انا ما عملتش مجهود خالص، ولازم كل مره بعد ما اخلص او قبل ما اخلص على طول كده الجهاز يطير مني، يطير من ايدي. اعتقد ان هو اختراع حلو جدا بجد والله، من غير ضحك ومن غير هزار، فعلا ممكن يكون مفيد لناس كتير جدا مش بتقدر ان هي توطي، ناس مثلا عندها خشونه في الظهر، عندها مشاكل في ظهرها عموما، او كبار السن، او حتى الحوامل. يعني انا لاني حامل في بيبي واحد ممكن الموضوع بالنسبه لي ما يبقاش صعب قوي، بس انا متخيله مثلا لو واحده ست حامل في توأم او في ثلاث توائم هيبقى ازاي الموضوع صعب بالنسبه لها. اعتقد والله ان هو جهاز لطيف. اكتر حاجه بس غيظاني، عارفين لما الشراب يبقى معوج تبقوا عايزين كده ان انتوا تظبطوه بايديكوا قبل ما تديله. بس السكور اللي انا عايزه اديها له، اللي انا بفكر فيها دلوقتي، في استخدامين تانيين للاداه دي عايزه اجربهم، وهما تلبيس الشوز. فانا جبت الشوز ده اللي انا بحبه جدا، بس ضيق قوي من هنا فبيبقى صعب فعلا، يعني فعلا بتعب وانا بلبسه. فخلونا نجرب العصايه دي لو هتساعدني فعلا في ان انا البسه بسهوله وانا قاعده من غير ما اوطي ولا لا. اوكي اول حاجه هنفك الرباط بتاع الشوز. او ماي جاد، اقول لكم على حاجه والله العظيم بجد، انا لما اشتريت الاداه دي كنت عامله حسابي ان انا هجربها بعد كده هرميها او هديها لاي حد او هحاول ارجعها، بس دلوقتي بجد هحتفظ بيها، لان موضوع ان هي بتلبسني الشوز من غير ما اضطر ان انا اوطي ده بجد موضوع تحفه، وحقيقي حقيقي هستعملها كل يوم. يعني انا بصراحه مش هستعملها علشان البس الشراب، ان اولا مقاسها كبير قوي على الشرابات بتاعتي، وثانيا بتاخد وقت طويل، الموضوع مش مستاهل، بس بجد هستعمل دي علشان البس الجزمه بتاعتي، لان هي فعلا سهلت عليا الموضوع جدا. انا كنت بصراحه هديها 3 من 5 لان موضوع الشراب الصغير ده بالنسبه لي مش هيكون مفيد، بس بعد ما جربتها في تلبيس الجزم الحقيقه هديها 5 من 5، او خليها 4.5 من 5 علشان موضوع الشراب ده لسه غايزني اصلا، ان هي اصلا اسمها سوكس ايد مفروض يعني، ف 4.5 من 5 وتحفه، لو شفتوها في اي حته جيبوها، عجبتني جدا. اوكي يا حلوين، مش متخيلين خدت وقت قد ايه علشان اشرح لكم الجهاز الاولاني ده، خدت تقريبا 3 ساعة، صورت 3 ساعة تقريبا، بحاول اختصرهم على قد ما اقدر. ودلوقتي خلونا نجرب الجهاز الغريب ده، وهو عبارة عن prenatal baby bump هيدفون، سماعات تركبوها على بطنكم علشان تسمعوا البيبي او تسمعوا البيبي كلامكم، مش عارفه بالظبط بصراحه، فهقرا دلوقتي اللي مكتوب عليه لان انا طلبته من فتره طويله ونسيت هو بيعمل ايه بالظبط. اوكي سو بيقول لكم هنا المفروض ان احنا نستعمله بعد الاسبوع ال 24 من الحمل، وغالبا ان دي سماعات بتستعملوها علشان تسمعوا البيبي مزيكا او تسمعوا قران او تسمعوا اي حاجه انتوا عايزين تسمعوها له بصوت مضخم، يعني كانكم حاطين هيدسيت او سماعات على ودان البيبي هو جوه بطنكم، تخيلوا شكلهم غريب بصراحه. اسمهم موسالوجيك. المهم هي بتيجي عباره عن سماعات كده بتتحط مباشره على البطن، بتقدروا ان انتوا توصلوهم بالقطعه دي علشان تحطوها في الموبايل وتشغلوا مزيكا على الموبايل. فخلونا نجرب ونشوف رد فعل البيبي هيكون عامل ازاي، اذا هيعمل اي رد فعل اصلا على الموضوع ده ولا لا. خلونا نسمعه مثلا تامر حسني، عمرو دياب. هما مدينكم القطعه دي علشان تركبوا انتوا كمان سماعات ليكم وتسمعوا اللي البيبي بيسمعه في نفس الوقت، فاهمين قصدي؟ انا مش هستعمل القطعه دي دلوقتي لان انا ما عنديش سماعات اللي هي القديمه دي، شايفين النظام القديم ده. هنبتدي نشغل. اوكي شغلت اغنيه عمرو دياب اماكن السهر، حطها على وداني كده خليني اسمع الصوت عامل ازاي. الصوت حلو قوي، مش عارفه اذا هتسمعوا لو قربتوا منكم. يا رب ما يجيليش كليم على الفيديو ده. اوكي سو هنشغل الاغنيه دي وهحط الجهاز على بطني وهنشوف اذا في اي رد فعل للبيبي، واللي هيتريقوا على حجم بطني بجد هتخشوا النار عدل. خليهم الاثنين على جنب كده ولا ارفعهم لفوق؟ مش عارفه. انا اصلا حاسه عارفين الذبذبات بتاعه المزيكا، حاسه بيها في بطني، حاسه انه احساس غريب قوي. يا رب ما بقاش عامله للبيبي ازعاج. اللي هو بجد ايه اللي انتم مشغلينه ده؟ احنا في سنه كام؟ مبسوط يا نونو؟ مبسوط؟ مش كده بجد هتبقى فكره تحفه لو موصلين مثلا ميكروفون بالسماعه دي علشان تكلموا البيبي جوه، تسمعوا صوتكم بصوت عالي، تبقى فكره تحفه قوي. anyways كل يوم الواحد بيشوف اختراعات بصراحه اغرب من اليوم اللي قبله، ان هما طبعا عارفين ان ستات الحوامل هتعمل اي حاجه علشان تحاول ان هي تتخيل حتى ان هي تتواصل مع البيبي بتاعها، هما عارفين ان احنا هنشتري اي حاجه هيعملوها لنا تحت مسمى التواصل مع البيبي. بس عموما بحس ان هو محتاج يعني وقت اطول في التجربه. يعني هديها كام من 5 دي؟ اعتقد ان انا هديها
هديها 2 من 5 لان مش لاقي حتى مقياس احكم عليها بيها، فاهمين قصدي؟ يعني مش عارفه احكم على اساس ايه. ف لا نشرب شويه ميه علشان الجو النهارده حر، احنا محتاجين نشرب ميه زياده عن الميه اللي احنا اوريدي بنشربها، لان انا متاكده ان 90% من اللي اتفرجوا عليا ما شربوش النهارده كميه ميه كفايه، فاشربوا ميه حلوين. نيجي بقى للجهاز اللي بعد كده، هو جهاز مش غريب قوي، انا متاكده ان معظم الامهات يعرفوا عنه او سمعوا عنه قبل كده، وهو الفيتال دوبلر. ده عباره عن جهاز بيقيس نبض البيبي، يسمعكم نبض البيبي من البيت. مين بجد مش عايز يسمع نبض البيبي؟ هو ده شكل الجهاز، ده بيجي قطعتين كده، المفروض ان هو الجزء ده بيتحط على البطن علشان يحس بالنبضات بتاعه البيبي، وده الجزء اللي بيطلع عليه النبض بتاع البيبي، يعني الرقم بتاع نبض البيبي. وكمان في هنا سماعات بتطلع لكم الصوت بتاع نبض البيبي، بس انا مش عارفه ليه كده شكله. ده بيتركب هنا، اوكي بيشتغل ببطاريه، انا خفت يكون بيتركب في الحيطه، انا ما عنديش. هيحتاج بطاريتين دبل اي، هقوم اجيبهم دلوقتي. هقرا الكتالوج بتاعه كده سريعا علشان اشوف لو في اي حاجه معينه لازم اعملها. كل اللي عليا اعمله ان انا اضغط زر التشغيل. اوكي مش عارفه اذا سامعين 1 2 3 4 5. او ماي جاد، بصوا ازاي بيعمل اصوات، يعني بيطلع الاصوات بتاعت طلع النبض بتاعي، احطه على قلبي. اوكي من هنا اقدر اعلي الصوت او اوطيه، اعليه على الاخر. ماي جاد انا سمعت حاجه، ماي جاد هعيط. اوكي مش عارفه اذا سمعتوا اللي انا سمعته ولا لا، هحاول ان انا يعني ارجع اعيده لكم تاني. الجزء اللي انا سمعت فيه النبض بصوت واطي كده، الفرق بين نبض البيبي ونبض الانسان البالغ، يعني ان نبض البيبي اسرع بكتير جدا من نبض الانسان البالغ. اليوزر مانوال ده مش واضح خالص بصراحه، كاتب كلام كتير عن العنايه بالجهاز نفسه بس مش كاتب طريقه الاستعمال. هل مثلا المفروض ان احنا نحط جل على البروب ده ولا لا؟ مش عارفه. هل المفروض ان احنا نستعمله في مكان معين ولا لا؟ انا مبسوطه جدا باللي انا سمعته، لان انا متاكده ان انا سمعت صوت نبض البيبي من بعيد، كان تحفه بصراحه. وعموما جهاز خفيف قوي على فكره وحلو وشكله حلو قوي، فاعتقد ان انت لو حامل جديد هتحبي قوي تستعملي حاجه زي كده. هديله كام من 5؟ اعتقد ان انا هديله 4 من 5، لان كل حاجه فيه كويسه وخفيف وبورتبل وكل حاجه، بس هي المشكله ان المانيوال محتاج يبقى واضح اكتر من كده، ومحتاج ان هو يكتب بطريقه واضحه طريقه الاستعمال. اقدر اقول لكم بكل ثقه ان مفيش اي حد مستعد للاختراع العظيم اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده، وهو الاختراع العبقري ده. من كتر ما هو اختراع عظيم وعبقري، عاملين منه نوعين مختلفين، اشكال مختلفه والوان مختلفه، من كتر ما هم بجد فخورين بالاختراع بتاعهم ده. ده حلوين عباره عن حاجه اسمها جينز اكستندر، الترجمه الحرفيه بتاعته هو مطول البنطال. ده فكرته العبقريه انه يعني بتيجي قطعه من القماش كده وفيها استك وفيها هنا زرار، المفروض ان هي تعمل اكستنشن كده للبنطلونات بتاعتكم لما بتبقوا حوامل. مش عارفه بجد والله العظيم الاختراع ده دماغه كانت فين. هو الفكره ان انتوا تسيبوا السوسته مفتوحه عادي جدا، كل اللي عليكم تعملوه ان انتوا تحطوا بس القطعه دي جوه البنطلون كده، والزرار ده تدخلوه في الزرار بتاع الجينز بالطريقه دي، والقطعه دي تدخلوها في الزرار الحقيقي بتاع الجينز. هم عاملين لكم يعني فتحات كتير علشان تكفي. مش قادره اصدق. وده بيبقى الشكل التحفه بعد ما نركب الاكستندر بتاع الجينز كده، تتلبس بالطريقه دي والسوسته مفتوحه كده بالطريقه دي عادي. هل هم مثلا قصدهم انه ممكن تلبسوا الجينز بالطريقه دي بس تبقوا مثلا لابسين عليه حاجه طويله فما تبينش البهدله اللي هنا دي، ولا قصدهم ان هم يخرجوا بيه عادي كده والسوسته مفتوحه؟ مش عارفه، طالما في هنا قطعه قماش مش فاهمه الصراحه. بس انا شخصيا عمري في حياتي ما هحس براحه ابدا وانا لابسه بنطلون جينز عارفه ان سوستته مفتوحه تحت التيشيرت اللي انا لابساه، مهما كان التيشيرت طويل، حتى لو تونيك طويل، حتى لو فستان
ببقى مرتاحه ابدا ابدا وانا عارفه ان انا لابسه بنطلون سوستته مفتوحه بصراحه. انتوا قولوا لي رايكم ايه، ممكن تشتروا حاجه زي كده ولا لا؟ مش عارفه اديله. هو بيعمل شغله يعني، هو ما كدبش يعني لما قال ان هو جينز اكستندر، هو فعلا جينز اكستندر وبيعمل اللي هو بيقول ان هو بيعمله، يعني هو فعلا بيغطي المنطقه اللي المفروض السوسته تبقى مبينها وهي مفتوحه. فهم ما كدبوش بصراحه في الديسكريبشن بتاع البرودكت يعني، علشان كده هديله 5 من 5 لانه بيعمل وظيفته. بس انا بالنسبه لي عمري في حياتي ما ارتاح البس حاجه زي كده. وفي منه النوع الصغير ده كمان، ومش معمول بطريقه انه تسيبوا السوسته مفتوحه وانتوا لابسينه. هو المفروض ان انتوا تلبسوا البانتس عادي كده بيتقفل عادي، ولكن ده بيبقى اكستنشن للزرار بس، يعني بتركبوا الزرار ده في الفتحه بتاعت الجينز هنا كده، وبعدين تركبوا الزرار الحقيقي بتاع الجينز في الفتحه اللي هنا دي اللي هي ضيقه جدا. ده منطقي اكتر بكتير من القطعه اللي فاتت. يعني ده المفروض ان هو بس بيعمل اكستنشن تقريبا انش كده او انش ونص للزرار نفسه. بصوا ازاي شكله، عارفه اذا السوسته هتفتح بسهوله ولا لا، وعايزين توسعوا البنطلون مثلا انش زياده، اعتقد ان دي هتبقى فكره حلوه فعلا ان انتوا تعملوه. فدي اكيد هديها 5 من 5. ورايتين ننتقل بقى للبرودكت رقم كام؟ 5. اكتر حاجه انا متحمسه ان انا اجربها بصراحه، لان ده يا حلوين عباره عن pregnant woman stomach lift belt بس كده. ده عباره عن حزام للبطن يا حلوين، المفروض ان هو بيتحط على الاكتاف كده وبيحضن البطن بطريقه معينه بحيث ان هو يقلل الضغط على الظهر والبطن يعني، ويحمل شويه الضغط على الاكتاف بدل ما انتوا الوزن كله على ظهركم. انا بصراحه بعاني من المشكله دي دلوقتي، وظهري بجد بيوجعني جدا جدا بسبب الوزن طبعا الزياده. مش فاكره انا جبت منه سايز كام، اكس لارج، جبته اكس لارج جاست ان كيس، لان طبعا المواقع الصينيه دي بتبقى السايز بتاعتها اصغر شويه. اوكي بيجي كذا قطعه، القطعه بتاعه البطن اللي هي الستريتش دي ريحته مش لطيفه. اعتقد ان هو بيستعمل باكتر من طريقه واكتر من بوزيشن، بس انا اكتر حاجه متحمسه اجربها هي الطريقه بتاعه الكتف دي، لان انا بيتهيالي ان هي فعلا هتشيل الضغط قوي من على ظهري. خلونا نشوف. اوكي حلوين انا وقفت لكم كده علشان اوريكم انا هستعمله ازاي. طلع صغير، انا كنت حاسه اصل اكيد مش المفروض ان هو يبقى ضيق قوي كده لانه مش كرسي يعني. هو ده اخره، مش عايزه اضيقه اكتر من كده لان انا مش عايزاه يبقى ضيق اصلا. المفروض ان هو يكون واسع ومريح علشان يقدر ان هو يسبورت الوزن بتاع البطن من اولها كده. خلينا نشوف اذا الحزام ده ممكن مثلا يعمل له اكستنشن. هو مش مكتوب عليه ان هو ممكن يتلبس بالطريقه دي، بس تجربه خير برهان كما تعودنا في هذه السلسله. دي اكتر حاجه انا هقدر اعملها دلوقتي بصراحه. تاني قطعه المفروض ان هي القطعه دي المفروض ان هي تستعمل لوحدها تحت القطعه دي علشان تدي سبورت زياده. مش عارفه اذا حاسه بسبورت ولا لا، مش قادره احدد. اوكي خلونا نجرب اهم قطعه في البوكس ده كله، وهي الحمالات دي اللي شبه الحمالات بتاعت القمصان الرجالي. ودي اصلا القطعه اللي خلتني اشتري البرودكت ده كله، لان دي اللي هي بتتعلق على الاكتاف. اوه الماتيريال بتاعتها دي بتلزق بسهوله جدا يعني، بصوا فيها هنا قطعه تلمع كده، مجرد ما بتحطوها بتلزق وبتلزق جامد. او ماي جاد انا اصلا اكتشفت ان انا لابسه الحزام ده بالمقلوب، هي عماله تتزحلق. خلينا نشيل الحزام ده، انا حاسه ان انا مركباه غلط اصلا. تركب دي كده، ايه ده؟ مش حاسه باي سبورت من اي نوع خالص. لا لا لا، اختراع فاشل ويعصب اصلا. عايزه اقول لكم انا متعصبه جدا منه. مش عارفه اذا انا مش عارفه استعمله ولا لا، بس عارفين اكتر حاجه مضايقاني في الموضوع ده كله ايه؟ ان هما كاتبين هنا على العلبه بالخط العريض ايزي ايزي، مفيش اي حاجه ايزي في الموضوع خالص. اه يا الهي، البوكس ده كله هديله 2 من 5 بصراحه، ما عجبنيش وما انصحش بيه وما اعتقدش ان انا هستعمله اطلاقا، ده غير طبعا ان المقاس طلع صغير جدا. اوكي يا حلوين، اخر حاجه هنجربها مع بعض هو القطعه دي او البرودكت ده. ده عباره عن قطعه كده اكستنشن بتتحط في الحزام بتاع العربيه اللي هو السيت بيلت بتاع العربيه، علشان الحوامل كلهم هيبقوا عارفين ازاي صعب ان انتوا تربطوا الحزام بتاع العربية
العربيه وانتوا حوامل، انه بيضغط شويه على البطن كده وبيكون مش مريح، بتخلي الضغط على رجليكم بدل ما يكون الضغط على بطنكم. فهنزل دلوقتي العربيه واوريكم بتستعمل ازاي، لان انا متحمسه جدا ان انا استعملها، وعندي احساس ان هي هتبقى اختراع رهيب بصراحه. اوكي نزلت دلوقتي العربيه، العربيه في الجراج للاسف الدنيا مظلمه. هو ده شكل الجهاز، الجزء ده المفروض ان هو يتركب هنا كده بالظبط، والحزام ده المفروض ان هو يتلف حوالين الكرسي، يعني يدخل من هنا كده ونطلعه من الناحيه الثانيه ونربطه من الناحيه الثانيه هنا. بس المشكله ان الكرسي ده مش مفتوح من هنا، تخيلوا هضطر ان انا اثبته كده بس باي طريقه. شايفين ازاي القطعه دي بتبقى محطوطه هنا كده ما بين الرجلين، المفروض ان هي تتثبت من تحت الكرسي هنا كده، بس انا للاسف زي ما بقول لكم الكرسي عندي مش معمول مصمم بالطريقه دي بصراحه، مش عارفه ازاي يعني هم مش عاملين حساب كل العربيات. بس هوريكم دلوقتي لو ربطت الحزام ازاي هيكون شكله. سو المفروض ان انا اربط الحزام الاول عادي جدا، بعد كده الجزء ده المفروض ان احنا بنشده ونحطه في الحته دي اللي هي مكانها هنا كده، ونحط الحزام كده. طبعا المفروض دي تبقى متثبته كويس علشان ما تتحركش، والمفروض ان الحزام يبقى ماسككم من رجليكم بالطريقه دي بدل ما يمسككم من بطنكم، فاهمين قصدي كده. عموما هو مريح جدا جدا، هحاول ان انا اشوف مع احمد طريقه تانية تخليني اعرف اربطه بشكل صح. بس عموما انا مبسوطه قوي بموضوع ان هو مش قافل على بطني ده خالص، حاسه ان انا مرتاحه في نفس الوقت، حاسه ان انا ممسوكه كويس من رجليا، فاهمين قصدي. قولوا لي انتوا ايه رايكم، هل شايفين ان ده ممكن يكون برودكت مفيد فعلا للحوامل ولا لا؟ انا شايفه ان هو ممكن يبقى مفيد فعلا، بس مش هديله 5 من 5 لان انا مش عارفه بصراحه هو هيبقى سيف ولا لا، هديله 4 من 5 لان تركيبه سهل نسبيا، واعتقد ان هو هيمشي على الكرسي ده، بس انا مش عارفه اظبط التركيبه بتاعته. اي ثينك ان انا هحتاج احمد يجي يساعدني في الموضوع ده، احمد مش موجود دلوقتي. بس لو ما ركبش على الكرسي بتاعي هديله بيج زيرو، لان ده معناه ان هو مش كومباتبل مع جميع انواع السيارات، وهو ده اصلا الفكره منه ان هو يناسب جميع انواع السيارات. هو ده التول اللي انا كنت عايزه اوريه لكم بتاع حزام الحوامل، ايه رايكم فيه؟ اكتبوا لي في التعليقات. وبس كده حلوين، دي كانت كل البرودكت اللي انا كنت عايزه اوريها لكم النهارده، البرودكت الغريبه بتاعه الحوامل. او ماي جودنس، او ماي جودنس، بجد حاجات في منتهى الغرابه. لو عجبتكم حاجه فيهم وحسيتوا ان هي فعلا هتكون مفيده قوي، ما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات. اتمنى يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وسلاكم يا حلوين، وطبعا كالعاده لو الفيديو ده عجبكم وسلاكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس يا حلوين، علشان زي ما قلت لكم ان شاء الله قريبا جدا 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 في اي وقت ممكن الولادة تحصل ونعمل فلوج الولادة. فلو عايزين تكونوا من اوائل الناس اللي تتفرج على الفيديو ده ما تنسوش تشغلوا الزر بتاع الجرس وتشتركوا في القناة. لو عايزين تشوفوا فيديوهات تانية من النوع ده بتاع تجربة المنتجات الغريبة الصينية اللي موجودة في السوق اللي انتوا عايزينه حلوين، اكتبوه لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هعمله في المستقبل، ان انا اكتر نوعية فيديوهات بجد بتحمس ان انا اعملها وبتحمس ان انا اجربها هي نوعية الفيديوهات دي. بس كده حلوين، بحبكم قد العالم كله، اتمنى يا رب اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جاية. باي. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to care.